الجزء برضو المهم جدا 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 اللي بنقدر نستغله بشكل يعني يعني فعلا جميل جدا في ان احنا نحسب الفوري ترانسفورميشن، الكونسيبت بتاع الديواليتي. اوكي، لو انا عملت انترتشينج ان الفريكوانسي والتايم فاريبلز في الديفينيشن اوف ذا دايركت اند انفرس فوري ترانسفورميشن، هنلاقي بيسكلي ان احنا عندنا سيميلر ايكويشنز. اوكي، معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان الدايركت والانفرس فوري ترانسفورميشنز ار ديوال. ديوال معناها ايه؟ لو انا عندي اكس اوف تي بتروح لاكس اوف اوميجا، كابيتال اكس اوف اوميجا، يبقى معنى كده لو خدت نفس الفانكشنال فورم بتاع اكس دوت الكابيتال اكس اوف اوميجا ده وحطيت بدل الاوميجا تي، هيروح الناحيه الثانيه لتوايس باي سمول اكس اوف ماينس اوميجا. اوكي، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا قلت مثلا فور اكزامبل انا كان عندي مثلا الدلتا اوف تي بتروح لواحد. اوكي، لو انا خدت الفانكشن بتاعتي هنا في التايم بتساوي واحد، يبقى هتروح الناحيه الثانيه توايس باي دلتا اوف ايه؟ of minus omega. minus omega هنا مش هتفرق الحقيقة، لأن delta of minus omega هي نفسها delta of omega. اوكي، فهيطلع لي twice pi delta. اوكي، which is يعني very handy، لأن احنا كده بالمنظر ده لما بنيجي يبقى عندنا function عايزين نحسب لها الفوريه ترانسفورميشن، مش زي ما كنت بعمل في لابلاس ترانسفورم ببص على الجزء الشمال من الجدول، لا ده انا ببص على الجزء الشمال والجزء اليمين. اوكي، وبستغل الديواليتي بروبرتي دي علشان اقدر احسب بيها الفوري ترانسفورميشن لبعض الفانكشنز اللي مش موجوده عندي ناحيه الشمال، اللي مش موجوده عندي في التيبل في الجزء بتاع الاكس اوف تي. بستغل الديواليتي بروبرتي علشان اقدر احسب للفانكشنز اللي هي شكلها شبه الاكس اوف اوميجا، مش شكل الاكس اوف تي. كمثال على كده، نفس الحاجه اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي الجيت فانكشن. الجيت فانكشن دي المفروض انها بتروح في الفوري ترانسفورميشن اللي هي اكس 1 اوف اوميجا بتاعتها، بتروح للسينك فانكشن. طب لو انا عندي سينك فانكشن في التايم، هتروح الناحيه الثانيه حاجه شكلها ايه؟ هتروح الناحيه الثانيه حاجه شكلها حاجه عباره عن جيت فانكشن. اوكي، فدي الديواليتي. الديواليتي معناها ان انا لو انا يعني خدت اكس اوف اوميجا دي وقلت بدل الفاريبل ده هنا، بدل ما كان عندي هنا في فاريبل ده اوميجا قلت ده تي، يبقى معنى كده تروح لنفس الشكل ده بس الفاريبل هنا بدل ما كان تي يبقى اوميجا. اوكي، يعني في انترتشينجنج للاثنين دول مع بعض. فدي حاجه طبعا بتسهل عليا كتير جدا، وبتخليني زي ما كنت بقول كده بقدر ابص في التيبل للجزئين، للجزء اللي ناحيه الشمال والجزء ناحيه اليمين، واقدر احسب لاي فانكشنال فور موجوده في التيبل سواء كانت هنا او هنا، اقدر احسبها الفوري ترانسفورميشن من التيبل دوت.